السلام عليكم واهلا بكم، اتمنى يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الحلقه النهارده، حلقه حلوه قوي كلها مشتريات واسعار وحاجات حلوه قوي زي ما احنا شايفين. احلى مشتريات بنشتريها كل سنه لاحلى شهر في السنه كلها، وهو شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير، يا رب يتعاد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها بالف خير وسعاده وصحه وسلامه وراحه بال، اهم حاجه في الدنيا دي كلها. زي ما احنا شايفين كده، النهارده نزلت كده جبت شوية الحاجات اللي حضراتكم شايفينها، يعني قلنا كده ايه نخلص بقى علشان ما عادش وقت، خلاص رمضان على الأبواب، كلها كام يوم تقريبا 4 5 ايام وخلاص على كده. طبعا الاسعار ابتدت ان هي تزيد جدا جدا، في حاجات انا كنت جايباها غير الحاجات دي كانت باسعار يعني اقل من كده، ولما جيت انزل النهارده واشوف بقى الاسعار لقيت في تغيير جامد جدا في الاسعار، وهنتكلم على الاسعار النهارده. حطوا لايك كتير للفيديو ده علشان يبقى كل الناس اللي بتشتري تبقى عارفه كل الاسعار، وكمان انتوا قولوا لنا على الاسعار اللي عندكم في الاماكن بتاعتكم او في المحافظات المختلفه. طبعا كل حد فينا من محافظه مختلفه، فبرضه علشان نبقى عارفين الاسعار في الدنيا عامله ازاي. طيب زي ما احنا شايفين كده، تقريبا انا جبت من كل حاجه يعني حاجه كده تكفينا فتره مش قليله. طيب هنبدا كده، تحبوا نبدا بايه؟ طيب مش عارفه ابدا منين، بصوا معانا هنا كده. اول حاجه هنبدا بيها طبعا وهي الاساس في رمضان، احنا او بالنسبه لنا احنا مش بناكل رز كتير في رمضان، فانا هنا مهتميه جدا بالدقيق يا جماعه. احنا من الناس اللي بتاكل يعني كميه عيش كتير جدا في رمضان، تقريبا احنا مش بنستخدم رز يعني في رمضان. زي ما شايفين كده، دي اللي هي العبوه ال 25 كيلو اللي هو الكوثر اهو، دي ايه الكوثر اللي هو الفاخر. طبعا يعني الكوثر ده تقدروا تعملوا منه معجنات، مخبوزات، بسكوتات، اي حاجه ما بيقولش لا، بصراحه حلو جدا. العبوه ب 375 جنيه اللي هي ال 25 كيلو، جبت هنا اتنين، دي واحده ودي التانيه اهي. العبوه 25 كيلو قلنا سعرها 375 جنيه. عاوزه اقول لكم ان ده انا كنت جايباه تقريبا من حوالي اسبوع او 10 ايام، ولكن النهارده لقيت نفس العبوه ونفس الكوثر والشركه وكل حاجه لقيتها النهارده ب 410، فرق كبير جدا طبعا. تمام كده. طيب حاجه مهمه كمان وبتبقى اساسيه معانا برضو للمعجنات، وهي السمنه. جبت هنا جنه، انا من الناس اللي بتحب سمنه جنه جدا، بتبقى ريحتها حلوه ومرمله وبتبقى صفرة كده ولونها حلو جدا في المخبوزات. جبت العبوه اللي هي الخمسه كيلو دي، انا جبت اتنين، الواحده فيهم ب 285 جنيه، كنت جايبها مع الدقيق كانت ارخص يعني كان سعرها 285. النهارده لما كنت بشتري باقي الحاجه لقيتها النهارده زايده 25 جنيه، يعني كل ما نجيب الحاجه قبل رمضان بفتره بتبقى سعرها اهدى شويه. طيب نبدا كده بايه تاني؟ نبدا برضو بالتمور. انا جبت هنا التمور، بيبقى ليها اسماء كتير وانواع كتير، وكل نوع يا جماعه بيبقى له طبعا سعره. انا هنا جبت الجنيه دي، الكيلو منه ب 30 جنيه اللي هو الطري ده اهو، الكيلو منه قلنا ب 30 جنيه، جبت هنا اتنين. جبنا ايه تاني؟ جبت كمان قمر الدين اللفه ب 55، جبت الملكه، في طبعا اسعار اقل من كده ولكن انا بحب الماركه دي، جبت الملكه ب 55 جنيه. جبت كمان الحاجات الاساسيه برضو اللي هو جوز الهند، جبت كيلو، الكيلو ب 100 جنيه اللي هو كامل الدسم يا جماعه، لان خلي بالكم جوز الهند منه اللي هو بيبقى مستخلصين منه الزيت بتاع جوز الهند، فبيبقى رخيص وكمان بيبقى ملوش طعم ولا ريحه ولا اي حاجه. جبت هنا كيلو اهو نص ونص، الكيلو ب 100 جنيه. جبنا ايه تاني معانا هنا؟ برضو الرز اللي هو البسمتي، انا جبت هنا تقريبا 3 كيلو، قلت لحضراتكم احنا من الناس اللي مش بيستهلك رز كتير في رمضان، فجبت بس 3 كيلو، وتقريبا عندي كمان حوالي 2 3 كيلو برضو كانوا من فتره. طيب الكيلو الرز اللي هو البسمتي انا جبت الحبه الطويله تقريبا كان ب 95 جنيه زي ما شايفين كده. جبت كمان اللي هو اللي بتبقى الحبايه بتاعته قصيره شويه او الحبايه الصغيره، هوريه لكم برده، ارخص من الحبايه الطويله اهو. طبعا الفرق ما بينهم كبير، الكيلو اللي هو الحبايه الصغيره ب 55 جنيه. خلاص كده. طبعا الرز اللي هو البسمتي ده يا جماعه في منه انواع كتير، منه الهندي ومنه انواع تانيه كتير جدا، وكل نوع بيبقى له سعر مختلف. طيب جبنا ايه تاني برده بيبقى معانا اساسي في رمضان؟ وهو الفول يا جماعه، الفول البلدي. طبعا انا جبت الكيلو ب 24 جنيه، لقيته رخيص جدا يعني حلو جدا بالنسبه لسعر الصيني، فرق ما بينه وما بين الصيني تقريبا 2 3 جنيه، ولكن طبعا البلدي حاجه ثانيه مختلفه تماما غير اللي هو الفول الصيني يا جماعه. شايفين اهو لونه حلو جدا، دي الحبايه اللي هي البلدي، الكيلو ب 24 جنيه. خلاص كده. طيب
جبنا ايه تاني؟ تعالوا برضو نشوف جبنا ايه تاني. طبعا انا جايبة حاجات كتير، والمنظر زي ما احنا شايفين كده، هنحاول ندور على الحاجات مع بعض اهو. جبت كمان التين ب 42 جنيه، اللي هو التين المجفف اهو، بصوا ده لونه اهو يا جماعة. دي الحباية اللي هي السليمة المضغوطة، اللفة دي ب 42 جنيه، والتانية زيها برضو نفس الماركة اهو، اللفة ب 42 جنيه. التين المجفف للناس اللي بتحب التين، طبعا انا من عشاق التين، محدش بياكله تقريبا غيري. طيب جبنا ايه كمان؟ جبنا المربى اللي هي في تراك، دي كان المول عامل عليها عرض. العبوة دي اللي هي نص كيلو كانت ب 25 جنيه، حلوة جدا يعني، رخيصة وحلوة جدا. وطبعا في تراك معروفة ان هي من الشركات المحترمة يعني في السوق. جبت كمان الجيلي، والله ما فاكرة سعره كام، بس انا ما جبتش غير العبوتين دول، كان تقريبا عندي، فجبت الاثنين دول تقريبا الواحدة ب 8 جنيه على ما افتكر يعني. خلاص كده تعالوا بقى اقول لكم، انا من عشاق حاجة كده اسمها يا جماعة، هقول لكم الشوفان. انا من عشاق الشوفان يا جماعة، بصوا سواء بقى في رمضان من غير رمضان، انا كده لازم يعني تقريبا يوميا باكل شوفان، ليه معرفش. جبت نص بس اهو. جبت فيجيتار متبل كمان النص كيلو ب 25 جنيه، جبت نص بس. وجبت كمان اللي هو البقسماط المتبل برضو. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه تاني الناحية التانية، هنسيب الجبن دي للاخر لان الجبن دي العيش يا جماعة. طيب جبت حلاوة طحنية اهي، البوادي ب 55 جنيه اللي هي الكيلو يا جماعة. جبت كمان صلصة، كان المول عامل عليها عرض برضو اهي، اللي هي ست البيت، كانت العبوة دي ب 25 جنيه، حلو قوي. جبت ثلاثة، طبعا احنا كنا مفرطين اصلا صلصة، ولكن انا جبت دول قلت حاجة كده ايه لو احتجتهم يعني. الكاستر برضو جبت اتنين، العبوة اللي هي الكاستر اللي هي نص كيلو دي ب 18 جنيه. جبت تانك برضو لو احتجته، وده برضو كاستر اهو، نفس الكلام برضو 18 جنيه. جبنا كمان التمر اللي هو التمر الناشف ده يا جماعة اهو، بصوا شايفين، مش عارفة الصورة موضحة ولا لا. الكيلو من ده ب 25 جنيه، سعره حلو جدا، فجبت كمية. وكمان جبت برضو ام علي، طبعا ما فيش رمضان من غير ام علي، جبت منها كمان اللي هو ده، بصوا اللي هو اللي بيتجاب من الفرن ده يا جماعة، حلو قوي. العبوة دي ب 35 جنيه، تقريبا اكتر من نص كيلو، بس حلو قوي، انا جربتها فعجبتني فجبت منها تاني زي ما احنا شايفين كده. جبت كمان اهم حاجة في رمضان يا جماعة، وهو بقى المحشي للناس اللي بتحب ورق العنب. جبت كمان العبوة اللي هي النص كيلو دي، لقيت المول عامل عليها عرض النص كيلو اللي هي العبوة دي ب 7 جنيه، لقيتها حلوة جدا. وطبعا انا فتحتها واستخدمتها فعجبتني، ورجعت تقريبا جبت اللي كان في التلاجة كله اهو. في حاجات كده بيبقى معمول عليها عرض بتبقى حلوة جدا يا جماعة، دي اللي هي سانشاين اهي، ماركة حلوة برضو. ولما بنفتح العبوة كده ونيجي نحشي، بنلاقي الورقة سليمة وورقة كبيرة وشكلها حلو، تحسوها كده فريش يعني، ولا كأنها محفوظة يا جماعة. طيب تعالوا بقى نشوف جبنا ايه تاني، ومن الحاجات اللي انا بحبها قوي، وهو الزعتر يا جماعة. بصوا الزعتر اللي هو بتاع المعجنات ده، اللي هو بيبقى فيه سمسم اهو، ده بتاع المعجنات مش بتاع الطبخ يا جماعة، في فرق طبعا. جبت نص كيلو، بيدي طعم حلو جدا لأي نوع معجنات بتعمله، جربوا كده تحطوا الزعتر في المعجنات، حلو قوي بجد يعني. طيب جبت ايه كمان؟ جبت اللوز اهو، الكيلو ب 220، انا جبت نص بس. جبت كمان الزبيب، النوع ده جبت منه كيلو، الكيلو ب 80 جنيه. جبت نوع تاني هوريه لكم برضو اهو، والنوع ده الكيلو منه ب 90 جنيه. جبت دي وجبت دي كمان، يعني جبت كيلو من اللي هو ب 90 وكيلو من اللي هو ب 80، في فرق ما بينهم؟ اه في فرق بس بسيط يعني مش كتير. خلاص كده اهو. جبت كمان قراصيا اللي هي الجامبو، جبت نص كيلو، الكيلو منها ب 210، جبت نص كيلو بس.
تعالوا بقى نشوف الحاجات الأساسية عندنا في رمضان، وهو الأكياس الحراري دي يا جماعة. أنا بصراحة يعني الأكياس الحراري دي من أهم الحاجات اللي لازم تكون في مطبخكم بجد، بتسهل عليكم كتير جدا. اللي هو الكيس ده طبعا منه مقاسات، اللي العبوة كده فيها 3 أكياس والعبوة ب 14 جنيه. عاوزة أقول لكم إن أنا آخر مرة كنت جايباها كانت ب 7 جنيه، جيت أجيبها تاني لقيتها ب 14 جنيه، يعني اتضاعف سعرها يا جماعة. جبت تقريبا كام واحدة؟ جبت 4 أهم، مقاسات مختلفة علشان لو هنعمل رومي، هنعمل بط، هنعمل فراخ بيضة، فراخ بلدي، أي حاجة طبعا بيبقى ليها مقاسات. جبت كمان ورق ألمونيوم طبعا علشان بقى اللي هو اللي لو هنعمل حاجة في الفرن وكده بيبقى الألمونيوم من الحاجات الأساسية، لو هنغطي بقى صواني، هنلف حاجة ونحطها في الفرن، الحاجات دي كلها بيبقى ورق الفويل مهم جدا. جبت العبوة اللي هي دي تقريبا 20 متر، أهو 20 متر ب 21 جنيه يا جماعة. خلاص كده. طيب جبت كمان لفة استريتش لان كنت مخلصها، جبت اللفة دي ب 190 جنيه، دي الكبيرة يا جماعة. طيب جبنا ايه تاني؟ تعالوا نمشي كده مع بعض ونشوف جبنا ايه تاني. وهقول لكم انا بقى يعني الجبنة اللي هي انواع الجبن دي بتبقى يعني اساسي في رمضان، سواء بقى للمعجنات، للي هو الجلاش، الحاجات اللي هي دي. فانا جبت كده، لقيت المول عامل عرض على الجبنه اللي هي الموزاريلا، جبت كذا واحد كده اهو. طبعا العبوه نص كيلو اهو، العبوه نص كيلو زي ما قلت لحضراتكم. جبت منها الانواع دي، جبت الحمد، انا من الناس اللي بتحب الحمد جدا، لو مش هنعمل الجبنه الموزاريلا في البيت تلاقوني دايما بجيب الحمد. الحمد من الجبن الحلو قوي، سواء كانت الموزاريلا او الشيدر او الميكس، اي نوع من الحمد بجد حلو قوي. اهو هتلاقوني جايبه كذا حاجه من الحمد، يعني بصراحه الحمد من الشركات اللي قلنا كويسه جدا واسعارها كويسه جدا برده. بصوا جبت كتير من الحمد لان انا بصراحة يعني تقريبا قلت لحضراتكم احنا بناكلش رز في رمضان، فكل المعجنات اللي احنا بنعملها يا اما بقى بنحط على الحشوة جبنة، بنحط في العجينة لو هنعمل حاجات من اللي هي الخفيفة دي، سواء بقى للسحور او للفطار، فدايما بتبقى محتاجة جبن. فانا جبت الكمية دي ما شاء الله يعني كمية حلوة قوي. الحمد اللي هي الكيلو دي اقول لكم على السعر حالا، هنشوف الفاتورة. الكيلو دي بصراحة انا مش لاقياها في الفاتورة اللي معايا، ولكن هي تقريبا كانت ب 95 او 100 جنيه حاجة زي كده. الكيلو اللي هي العبوة الكيلو دي منها طبعا اللي هو النص كيلو اهو، منها برضو الميكس، ومنها الشيدر لوحده، ومنها كمان الموتزاريلا، ومنها انواع كتير، ولكن بصراحة من الجبن اللي تجيبوها كده وقلبكوا جامد. طبعا معانا هنا برضو اللي هو عصيان الشيش طاووق دي علشان الشوي وكده، جبت اللي هي الكبيرة. بصوا زي ما شايفين كده الكبيرة دي ب 12 جنيه. لقيت برضو المول عامل عرض حلو قوي على الجلاش اللي هو النجار، زي ما شايفين كده اللي هي العبوة اللي هي نص كيلو، العبوة ب 6 جنيه، جبت كمية حلوة برضو. بيبقى فيها كده عروض حلوة قوي يا جماعة، يبقوا استغلوا العروض، بتبقى يعني ما بتتكررش، فلما تلاقوا حاجة عليها عرض جيبوا منها الكمية اللي تكفيكوا. جبت هنا طبعا مش عارفة كام واحدة، ولكن يعني شوية حلوين مش قليلين. جبت ايه تاني برضو؟ تعالوا نشوف كده ونلف مع بعض. جبت هنا برضو فريك الضحى، من الانواع الفريكات اللي بتبقى حلوه جدا لو جربتوها بجد. يعني انا تقريبا ما لقيتش في المول غير العبوه دي فجبتها. طبعا هم قالوا ان هي هتيجي تاني، ولكن هو كان خلصان من المول وقت ما انا كنت بجيب. يعني العبوه اللي هي نص كيلو دي كانت قبل كده، يعني اخر مره جبتها كانت ب 22 جنيه، لما جيت اجيبها النهارده لقيتها ب 29 جنيه، اللي هو نص كيلو برضو. بس بجد هو يستاهل، يعني انا بدفع فيه فلوس وانا يعني مش قلقانه. ليه؟ لان ولا بتلاقوا فيه اي حاجه غريبه ولا رمله ولا اي حاجه مختلفه يا جماعه، لان جبت انواع كتير جدا جربتها لحد لما استقريت على اللي هو الضحى ده، بجد حلو جدا يعني فوق ما تتخيلوا. جبنا ايه تاني برضو؟ تعالوا نشوف اللي هي الجبنه الموزاريلا النوع ده يا جماعه. الكيس اللي شايفينه ده نص كيلو، النص كيلو ب 25 جنيه، حلو قوي. قلت برضو للمعجنات النوع ده يا جماعه، بصراحه انا ما جربتوش ولكن قلت ان هو رخيص فنجربه. جبت كميه برضو مش بطاله، يعني تقريبا 3 6 7 8 تقريبا 9 اكياس من اللي هو النص كيلو، هنجربها مع بعض ان شاء الله في المعجنات وهقول لكم رايي فيها برضو، لان بصراحه ما جربتهاش. العبوه اللي هي 500 جرام ب 25 جنيه، مش غاليه يعني. هل هي كويسه؟ الله اعلم بقى، لسه هنجربها ما اعرفش بصراحه. جبنا ايه تاني؟ تعالوا كده نشوف برضو جبنا ايه تاني. مشوا معايا كده، طبعا الحاجات مكركبه على بعضها ولكن برضو
هنظبط الدنيا كده بعد شويه. طيب جبت كمان ايطاليانو لازانيا، جبتها ب 25 جنيه نص كيلو. مكرونه لميتنا برضو من المكرونات الحلوه قوي، جربتها اللي لقيت برضو المول عامل عرض عليها، المفروض ان هي ب 25، هو كان منزلها في اليوم ده لمده 3 ايام الكيلو ب 21 جنيه. لميتنا من المكرونات الحلوه برضو اهو، سواء بقى مكرونه شعريه لسان عصفور اي حاجه، العبوه اللي هي الكيلو ب 21 جنيه تقريبا وربع او حاجه زي كده. لقيت كمان معمول عرض حلو قوي على البونكس اللي هو الاوتوماتيك، اللي هي العبوه اللي هي 9 كيلو وعليها كيلو مجانا، العبوه ب 310. جبت واحده اهي، في اوقات كده من السنه بيبقوا يعملوا عروض حلوه قوي على الموظفات، فاستغلوا الحاجات اللي بيبقى عليها عروض بتبقى حلوه قوي، اللي هي 9 كيلو وعليها كيلو مجاني، يعني 10 كيلو لما بنيجي نحسبها بنلاقيها فعلا بتوفر حلو قوي، خصوصا لما بيكون اوتوماتيك. طيب جبنا كمان ايه تاني، جبت كمان الزيت اللي هو اسلايد ده برضو، العبوه اللي هي 3 كيلو ب 150 جنيه، لقيت العرض حلو قوي فجبت واحده، لان انا عندي زيت فمش محتاجه، ولكن قلت ايه يعني نجيب واحده برضو احتياطي. طيب جبت كمان باربيكيو صوص اللي هو ده، العبوه دي ب 27 جنيه، انا بصراحه ما جربتوش قبل كده ولكن قلت اجربه، هل هو كويس او مش كويس بصراحه برضو ما اعرفش. المهم ان دي الحاجات اللي احنا بقى جبناها لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى رمضان على الابواب، اللي لسه ما جابش يجيب، لان طبعا الاسعار كل ما بندخل في الوقت يا جماعه الاسعار بتعلى جدا فوق ما تتخيلوا. في حاجات انا كنت جايباها قبل رمضان كانت ارخص من كده بكتير، ولكن لما جيت اجيب الحاجات الباقيه اللي هي دي لقيت الاسعار بتختلف. اللي كمان الدقيق من الحاجات اللي غلى سعرها قوي، السمنه من الحاجات اللي غلى سعرها قوي، الزيت كمان زي ما شايفين برضو. جبت هنا اللي هو سلايت اللي هي 3 كيلو، الزيت والدقيق والسمنه من الحاجات اللي سعرها عالي قوي بصراحه. يعني في حاجات ما زالت زي ما هي، الجبن برضو سعرها غلى، البلح بيتفاوت الاسعار بتاعته من نوع للنوع التاني، ولكن يعني دي حاجات اساسيه ما بقاش فيها غنى عنها يعني يا جماعه، فنحاول كده نجيب الاساسيات ونجيب الكميه اللي تكفينا، بس ما نجيبش حاجات كتير، علشان طبعا انتوا عارفين الميزانيه الايام دي يعني بتبقى ربنا اللي عالم بيها كده، داخلين بقى على رمضان ومحتاجين مصاريف كتير. سنه سعيده عليكم ورمضان كريم، يا رب يتعاد عليكم بالصحه والسلامه والستر وراحه البال، جيبوا كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها، رمضان كريم، وسعوا على بيوتكم ووسعوا كمان على اهاليكم، يعني لو جايبين حاجه زياده ممكن ندي لحبايبنا لحد معانا في البيت كده يعني. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، يا رب يتعاد عليكم بالصحه والسلامه والستر وراحه البال، اهم حاجه في الدنيا بجد. التزموا بقى بالصلاه في رمضان، واللي كان مقصر يعني يحاول كده يظبط نفسه، ويا رب كده رمضان كريم عليكم، ويا رب يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. استنونا في حلقه جديده، شكرا جدا ليكم، شكرا جدا على تعليقاتكم الجميله، سعيده جدا بوجودكم معانا في القناه، بجد بتمنى لكم الخير من قلبي، يا رب يسعدكم. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني على خير.